الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، لقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله دعاءهم والاستغاثة بهم عبادةً.